فالعلاقة الحقيقة يعني يمكن حتى الكلام ما ينفعش حتى يوصفها خالص. علاقتك بالراحل العظيم الأستاذ مصطفى حسين، لأن أنا معلوماتي إن هو كان بيرسم لك أفشات المسرحيات بتاعتك. أغلفة الكتب. أغلفة الكتب؟ أغلفة الكتب. آه. ما فيش كتاب أنا كتبته إلا والغلاف مصطفى حسين اللي عمله رحمة الله عليه. وقبل ذلك وبعد ذلك هو صديق عزيز مقرب. آه. كان لا يحلو له بعد أن ينهي عمله إلا أن يلتقي بي في المسرح ونقضي سهرتنا سوا. الله. آه رحمة الله عليه كان آه. موسوعة من الفن، كان بيتنفس فن ويبث فن صحيح. إلى اللي حواليه. صحيح. رحمة الله عليه. عمرنا ما هنقدر ننساه. أيضا فقدنا جلال توفيق المخرج المسرحي آه. وده بقى ده عشرة عمري. رحمة الله عليهم أجمعين. أنا آسف جدا إن أنا بشوف دموع الأستاذ جلال وهو بيتكلم على حبايبه اللي كل ده في أسبوع واحد كده حاجة يعني. الحمد لله أسبوع صعب عليك أستاذ أوي 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 أوي، ومع ذلك الحياة مستمرة الحمد لله، ودنيا حبيبتي مستمرة، وما زلنا بنكافح وبنقدم فن حتى الرمق الأخير طبعاً. حتى نلتقي بهذه النخبة العظيمة ربنا من الفنانين العظام. ربنا يمد في عمرك وتبقى دايماً قادر على العطاء وأنا مش عايزك تزعل أستاذ جلال لو سمحت، لأن أنا حاسس أن أنا والله يعني تقلت عليك بالأسئلة وأنا بعتذر لك جداً. لا, لا لا أنا بالعكس، أنا كنت عايز أشوف يعني ذكرياتك إيه عن هؤلاء العظام، لأن يعني مصر دي يعني بتجيب المواهب والأرض دي هي اللي بتطلع كل دول. صحيح. أرض ولادة يعني. بص